لم يكن الإنسان هو المسيطر دائما على كوكب الأرض، حيث عاش قبله لملايين السنين العديد من الحيوانات المفترسة التي سيطرت على الأرض، وكان البقاء في وقتها للأكثر قوة فقط. نقدم لكم اليوم 10 من أكثر حيوانات ما قبل التاريخ إثارة للرعب. الميجاتير. من الصعب تخيل أن حيوان الكسلان الحالي كان في أحد الأيام مخلوقاً مخيفاً، إلا أن سلفه القديم الميجاتير كان مرعباً للغاية، حيث كان تقريباً في نفس حجم الفيل، كما كان يمتلك مخالب كبيرة وقوية، وقد كان قادراً على الحركة ثنائية الأقدام، بالرغم من أنه كان واحداً من أكبر الثدييات البرية المعروفة للإنسان، إذ يصل وزنه إلى 4 أطنان، ويبلغ طوله حوالي 6 أمتار من الرأس إلى الذيل. ومن المعتقد أن هذه الحيوانات كانت تستخدم ذيلها كقائم ثالث من أجل دعم وزنها عند سحب فروع الأشجار، حيث تتغذى على أوراقها، لكن هناك بعض الادعاءات العلمية التي تزعم احتمالية كونه آكلاً للحوم، وعاشت حيوانات الميجاتير في مراعي وغابات أمريكا الجنوبية منذ 10,000 عام. الأزدركتيات. يعتقد العلماء أن حيوانات الأزدركتيات كانت نوعاً من الديناصورات المجنحة، لكن تبين أنها أقرب في الصلة إلى الوحوش البحرية الضخمة التي عاشت في نفس الوقت خلال العصر الطباشيري، وكانت هذه الحيوانات في نفس طول الزرافات تقريباً، مع أجنحة يتجاوز عرضها 15 متراً ووزناً يتعدى 230 كيلوغرام، كما تميزت برقابها الطويلة للغاية ورؤوسها الضخمة الممدودة، بالإضافة إلى فكوك تشبه الرماح ومناقير بلا أسنان، مما مكنها من أكل حيوانات أكبر من حيوانات البتروسورات الأخرى. وكان هناك جدل كبير في المجتمع العلمي حول قدرة هذه الحيوانات على الطيران، بالرغم من حجمها الكبير، والاستنتاج الشائع هو أن الأزدركتيات كانت بالتأكيد قادرة على الطيران. العظاءة المنجلية. بالرغم من أن العظاءة المنجلية التي تعرف باسم التريزينوسور تميزت بحجم ضخم للغاية مع طول يصل إلى 10 أمتار ووزن يبلغ حوالي 5 أطنان، إلا أن الشيء الذي يجعل هذه الحيوانات مخيفة جداً هو مخالبها هائلة الحجم الموجودة على كل من أصابعها 3 في أطرافها الأمامية، حيث من المعتقد أنها وصلت إلى 1 متر في الطول، مما يجعلها أكبر مخالب لأي حيوان معروف. وتشير معظم الآلة إلى أن هذه الحيوانات كانت على الأرجح كائنات عشبية على الرغم من مظهرها المرعب. عقرب الجيكيلوبتروس. كان عقرب الجيكيلوبتروس هو المفترس الأقوى من بين حيوانات المياه، حيث يعتبر أكبر المفصليات المكتشفة على الإطلاق مع طول يصل إلى 2.5 متر، ويمتلك هذا الحيوان الذي يعرف باسم عقرب البحر العملاق جسماً مجزأً من أطراف متعددة ذو وظائف مختلفة، يحتوي بعضها على أشواك، وعندما يمدد زوائده المخلبية من فمه غريب المظهر فإنها تضيف أكثر من 1 متر إلى طوله الكلي. ومن المعتقد أن هذه العقارب عاشت قبل حوالي 390 مليون سنة في مياه الأنهار العذبة والمحيطات. سمكة الدانكيلوستيوس المدرعة. سمكة الدانكيلوستيوس التي عاشت قبل حوالي 360 مليون سنة كانت من أكبر وأشرس المخلوقات البحرية في وقتها، حيث لم تواجه هذه السمكة المفترسة الآكلة للحوم أي منافسة أو تهديد من الحيوانات الأخرى، وتمتعت الدانكيلوستيوس المخيفة بحجم خرافي وصل إلى أكثر من 9 أمتار في الطول وحوالي 1 طن في الوزن، وكان جسمها الخارجي مغطى بلوحات مدرعة مفصلية، كما كانت تمتلك بدلا من الأسنان زوجين من الصفائح العظمية الحادة التي شكلت هيكلا يشبه المنقار. الميغالانيا. بالرغم من أن تنانين كومودو هي حالياً أكبر السحاري على كوكب الأرض، إلا أنها لا تقارن بسلفها القديم الميغالانيا التي تعتبر أكبر سحلية أرضية تم اكتشافها على الإطلاق. وسكن هذا الوحش الذي يعرف أيضاً باسم السحلية السفاحة العملاقة في جنوب أستراليا منذ ما يقرب من 50,000 سنة، مما يعني أن المستوطنين الأصليين ربما صادفوا هذه الحيوانات التي يبلغ طولها أكثر من 7 أمتار من الرأس إلى الذيل، ويصل وزنها إلى 680 كيلوغرام، ويشتبه أن هذه السحالي العملاقة كانت تمتلك غدداً شفهية قادرة على إفراز السم، مما يجعلها أكبر الفقاريات السامة على مر التاريخ. جيجانتوبيثيكوس. من المعتقد أن جيجانتوبيثيكوس كان جنساً من القرود التي تواجدت على الأرض إلى وقت متأخر يقرب على 100,000 عام في المنطقة المعروفة الآن بالهند والصين،
ويعتبر الأورانغوتان هو أقرب حيوان لهذه المخلوقات مع بعض الاختلافات الكبيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحجم، حيث كان طولها يبلغ 3 أمتار وتزن أكثر من 600 كيلوغرام، وكان ذراعها يمتد لأكثر من 3.5 متر، وكانت قرود جيجانتوبيثوكس أثقل من الغوريلا الحالية بحوالي 4 مرات، مما يعني أن قوتها الخيالية وفرت لها حماية كبيرة وجعلتها متفوقة على أي حيوان آخر تقريباً. ويعتقد العلماء أن انقراض هذه القرود كان نتيجة تغير المناخ الذي حول النباتات التي تتغذى عليها من الغابة إلى السهول العشبية، ولم تستطع القرود التكيف مع مصادر الطعام الجديدة. ليوبلوردون. كانت الليوبلوردون من الزواحف المفترسة المهيمنة من العصر الجوراسي الأوسط إلى المتأخر، وكانت هذه الزواحف البحرية قادرة على قتل أي مخلوق تقريباً. وبالرغم من أن وزنها بلغ حوالي 1700 كيلوغرام ووصل طولها إلى 7 أمتار، إلا أنها كانت تسبح بامتياز عن طريق استخدام أسلوب الدفع بزعانفها الأربعة المطابقة لفصيلة زواحف البيلزوسورات التي تنتمي إليها. كما تميزت زواحف الليوبلوردون بأسنانها الحادة وقوة عضتها الهائلة. الساركوساكس. يتشارك الساركوساكس في الشبه مع التماسيح الحالية بسبب جسده الطويل ومظهره المتقشر، إلا أنه في الواقع ليس تمساحاً، بالرغم من أنه يمتلك العديد من الصفات المرعبة نفسها مثل الذيل الكبير والفكين والعضلات القوية والأسنان الحادة وصفائح مدرعة تغطي جسمه من الرأس إلى الذيل. ومن المعتقد أن وزنه بلغ حوالي 10 أطنان، وأن قياس جمجمة أكبر أنواعه وصل إلى 1.5 متر. وعلى عكس التماسيح الحالية، ظلت هذه الزواحف تنمو بمعدل ثابت طوال حياتها. أرثروبيليورا. تخاف معظم الناس من الحشرات والبق، خصوصا الكبيرة في الحجم، لكن جميع الحشرات في وقتنا الحالي من المستحيل أن تقارن بمخلوقات الأرثروبيليورا التي عاشت قبل حوالي 300 مليون سنة، وهي بالتأكيد أكبر اللافقاريات التي تم اكتشافها على الإطلاق. وتصل هذه الحشرات العملاقة إلى أحجام كبيرة بطول يبلغ حوالي 2.5 متر، وكانت على الأرجح المفترسة الأساسية في بيئتها خلال أواخر العصر الكربوني.